يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استدل من قال بجواز أن يحرق الإنسان نفسه إذا رأى المصلحة في ذلك، استدل بقصة أصحاب الأخدود، فهل يستقيم دليله؟ يا سبحان الله، أصحاب الأخدود حرقوا أنفسهم أو حرقوا ما حرقوا أنفسهم، ولا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه لا بحريق ولا بغيره، ما يجوز مهما بلغ به الضر والكرب يصبر ولا يقتل نفسه، يصبر على هذا. نعم.